والسفراء والشيوخ. أخواتي العزيزات، الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنيابة عن سعادة الشيخ العنود بنت خليفة بن حمد آل ثاني رئيسة الرابطة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم باسمي وباسم جميع عضوات رابطة سيدات الأعمال القطريات في بلدكم الثاني قطر، وأهلا وسهلا بكم في ملتقى قطر الدولي الثاني لسيدات الأعمال في هذا الحدث السنوي المتميز الذي يخطو معكم اليوم خطوته الثانية تجاه تحقيق مجموعة من الأهداف التي نعتز بها جميعا، وعلى رأسها هدف تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة النمو الاقتصادي. كما يطيب لي أن أعبر في البداية عن شكري البالغ لسمو الشيخة موزة بنت ناصر حرم سمو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظهم الله، والتي كللت برعايتها الكريمة جهود رابطة سيدات الأعمال القطريات منذ تأسيسها، ووفرت كل دعمها وعنايتها لمبادرات الرابطة تكريساً لرسالتها المتمثلة في تعزيز مشاركة المرأة ودورها الفعال في مختلف النشاطات والمحافل التنموية والاقتصادية التي تحتضنها دولة قطر. أخواتي العزيزات، السادة الحضور الكرام، إن فجراً جديداً اليوم يبدو وكأنه في طور البزوغ على العالم العربي، ولا يمكن لأي عابر في هذا الجزء من العالم اليوم إلا أن يتنبه لحجم التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها شعوب المنطقة. نحن اليوم على أعتاب نهضة شاملة تتسارع فيها الخطى وتتعاظم فيها الجهود على امتداد الوطن العربي من مشرقه إلى مغربه، في وقت نشهد فيه جميعا ظهور نموذج جديد للإنسان العربي وما تشهده الدول العربية من مخاض من أجل الديمقراطية، ينبئ بأن هذه الولادة الحتمية سيكون لها أثرها على مختلف نواحي الحياة، بحيث يمكننا النظر بثقة إلى العقد القادم على أنه عقد الشرق الأوسط بامتياز. إننا وإذ نستقبل ملتقى قطر الدولي الثاني لسيدات الأعمال نشهد ولادة دور جديد للمرأة في هذا الجزء من العالم، ونشهد في الوقت ذاته وحدة صف في المبادئ والأهداف والرؤى تجمع سيدات الوطن العربي مع نظيراتهن في مختلف دول العالم، فيها يمكن أن نطلق عليه عولمة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. إن دور المرأة كان وما يزال دورا محوريا في كل هذا التغيير، ونحن في الرابطة نضع هدف المشاركة في بناء مجتمعات تؤمن بالتغيير والديمقراطية والتنمية المستدامة، وتتوجه بخطى راسخة وثابتة نحو تحقيق هذه الأهداف من خلال تحقيق مشاركة أوسع للمرأة في هذا البناء. نضع كل ذلك في مقدمة أهدافنا، وهو هدف اجتماعي يؤمن بضرورة تحمل المسؤولية تجاه المجتمع. أخواتي العزيزات، إخوتي الحضور، لقد ألهمت قطر العديد من دول العالم بما حققته من قفزات نوعية في تطوير بناها التحتية وتحسين قدراتها على الإنتاج، وكذلك في استثمارها في مشاريع التنمية والتعليم والصحة والأبحاث. كما ألهمت العديد من دول العالم عندما وجهت جهودها للاستثمار في بناء الإنسان القطري، انطلاقا من الرؤية الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والتي أدركت بأن الثروات وحدها لم تكن لتحقق لقطر سمعتها الحالية لو لم تترافق مع رؤية بصيرة تستشف المستقبل وتتأهب للدخول فيه من أوسع أبوابه، وتؤمن بدور التنمية البشرية وتضع على رأس أولوياتها هدف تحقيق مشاركة المرأة في كافة جوانب الحياة في المجتمع. وفي هذا السياق فإننا سعداء للغاية بأن يتزامن الملتقى في هذا العام مع ما تشهده دولة قطر من تسارع اقتصادي واستثماري ملموس،
توجه مؤخرا الافتتاح الرسمي لمحطة استقبال الغاز القطري جولدن باس في ولاية تكساس الأمريكية بتكلفة استثمارية تبلغ 2 مليار دولار أمريكي، فضلا عن العديد من المشاريع والصفقات الكبرى التي أطلقتها الدولة. لقد بات اسم قطر يتردد على كل إنسان، خصوصا بعد الإعلان عن استضافة الدولة لنهائي كأس العالم لكرة القدم 2022، ونحن فخورون بحصول قطر على هذا الشرف وسعداء للغاية لما سيحققه هذا المشروع الوطني الكبير من تطوير للبنى التحتية والمنشآت وتعزيز النمو الاقتصادي، إضافة لما سيكرسه من تطوير للخبرات والكفاءات، وهو ما ستستفيد منه المرأة القطرية على وجه الخصوص، لما سيكون لها من دور في هذه المشاريع الوطنية كلها. أخواتي العزيزات، من على هذا المنبر حيث أقف بينكن اليوم، أستطيع أن أرى مشهدا قد لا يتنبه إليه الجميع. إنه مشهد هذه الباقة الرائعة من الوجوه الجميلة لسيدات أتينا من مختلف أنحاء العالم لتحقيق غاية نبيلة، وقد ارتسمت عليهن علامات الثقة والإصرار. وليس أجمل في العالم من مشهد سيدة تحمل في وجهها سيماء القدرة والتأثير والخبرة والمعرفة. كثيرون كانوا يتندرون بأن المرأة تفقد شيئا من طبيعتها عندما تدخل معترك الاقتصاد والعمل، ولكن هذه المقولة فيها من الجهل بالمرأة بقدر ما فيها من الجهل بالإنسان عموما، لأن المرأة التي تهز المهد بيمينها تستطيع أن تهز العالم بأكمله بيدها الأخرى. وإذا كان هناك بالفعل من طاقة للإنسان يمكن الإحساس بها كما يقال، فإني أرى هذه الصالة مفاعلا حقيقيا للطاقة الإيجابية، وأنتن مصدر هذه المفاعل الذي لا ينضب من الإبداع والثقة والكفاءة والخبرة. إنني فخورة جدا بوجودي بينكن في هذا المكان، في دوحة المجد، دوحة المحبة والسلام والأمان، وفخورة بالأهداف الكبيرة التي اجتمعنا هنا معا لتحقيقها. وأدرك أن العمل أمامنا كثير، والمهام أمامنا جسام، لكننا أهل لها جميعا، والثقة الموضوعة على أعتاقنا هي بالتأكيد ثقة مستحقة. إنني مطمئنة للغاية لأجواء اللقاء الودية التي يوفرها هذا الملتقى، ولرؤية علامات الرضا والارتياح على وجوهكم جميعا، فقد بات العالم يتسم بسرعة الإيقاع وكثرة المشاغل. وإن كان صحيحا أننا أصبحنا نتواصل بشكل أكبر بفضل التكنولوجيا، إلا أننا مع الأسف أصبحنا متباعدين، ولذلك فهذه فرصتنا لنعزز علاقاتنا الأخوية ونبني المزيد منها، طالما أننا هنا نجتمع سوية على الخير بإذن الله. تجمعنا أهداف سامية وروابط وثوابت وعلاقات مبنية على المساواة والاحترام. أتمنى عليكن أن تنتهزوا فرصة هذا الملتقى للتعرف.